السلام عليكم، عبد المجيد الفاتحي، جمعية ياسمين، التنمية والبيئة من حي المستشفيات بالدار البيضاء. كما تعرفوا عندنا الشراكة مع جمعية إيماوس المتافراوت، ومن غير الأعمال اللي كنديروا معهم، أعمال طبية وأعمال أخرى، كندير واحد مبادرة شهريا، وهذا باش نذكروا الناس المنخرطين معنا والناس ديال الحومه. هذه المبادره اش كنديروا فيها؟ كنجمعوا فيها الملابس، احذيه وادوات مدرسيه والى اخره. اللي عنده شي حاجه مثلا ما بقاش محتاج بها، كنطلبوا منه كيعطيها لينا وكنصيفطوها لهذه الجمعيه. هذه الجمعيه هي كتكلف بتوزيعها الناس اللي عندهم احتياجات هذه، كيكونوا أحذية، ملابس، أدوات مدرسية إلى آخره. أي حاجة اللي الناس ما محتاجينش بها كيعطوها لنا، وحنا كنصيفطوها على طريق النقل الهلال، هو اللي عنده هاد اللي كيمشي لتفراوت يوميا. كنصيفطوا بهاد المسائل كلها، هما كيتكلفوا بتوزيعها للناس اللي عندهم احتياجات. وكنذكر الناس اللي مخارطين معانا في ذاك المجموعة ديال الياسمين، اللي عنده شي حاجة يعطيها لينا راح كنصيفطوهم. كنجمعوا دي كولي مثلا 5 ولا 6 ولا 7 الكوليات، وكنصيفطوهم مباشرة على طريق نقل الهلال إلى جمعية. غدا ان شاء الله راه عندنا واحد شي بركه، حنا غنصيفطوها واحد 7 ولا 8 كرتونات. غدا ان شاء الله غادي نصيفطوها لهم، ونتمنى والله. حنا هذه المبادره كنديروها شهريا، كان نديروها في الواتساب ديال مجموعه الياسمين. كل شهر كنطلبوا من الناس اللي عندنا في المجموعه ديالنا، تقريبا شي 100 واحد، كنطلبوا اللي عنده شي حويجات هادي كيعطيهم لينا، وحنا كنجمعوا داك الشيء وكنصيفطوه شهريا. وهذا المسائل هي اللي كتساعد، لان كنعرفوا القرى عندها احتياجات كبيره في جميع المجالات. ونتمنى على الله التوفيق للجميع. وبهذه المناسبه بغيت نبلغ سلامي لهاد الناس ديال الجمعيه، لان راه عندهم فيهم نساء، وهاد النساء عندهم وليداتهم معوقين ومكلفين بالجمعيه ومكلفين وليداتهم في الدار. بغيت نبلغ ليهم السلام ديالي والشكر ديالي على المجهود اللي كيديروه، لا في الجمعيه ولا في الدار ديالهم، اللي خصهم يكملوا داك المسائل اللي كدار في النادي ديال الترويض، كيكملوه تما في الديور. وهذا راه جهد كبير بالنسبه لهاد النساء اللي عندهم خدمه في ديورهم، وخصهم يديو وليداتهم للنادي، يديهم يجيبوهم ويمشيو للدار ثاني يكملوا هذا العمل. الله يجازيهم بخير، وراهم وليداتهم، راه دود الوليدات، راه حنا كنديروا مجهود ديالنا كامل باش نديروا يد المساعده. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، وشكرا.